البيج بريك، وتعرفنا انه البيج بريك هو انه ينهيني الصفحة في نقطة معينة ويبدينا الصفحة في ويبدينا التكست اللي بعده في صفحة جديدة، كأنه يكون جزء جديد، سكشن جديد، شابتر جديد. فلهذا الغرض يبدأ البيج بريك يشتغل بهذا الاتجاه. فقلنا ثلاث طرق تستخدم لإدخال البيج بريك. الطريقة الأولى قلنا نستخدمها عن طريق الانسرت، ومن الانسرت راح نروح على بيج بريك، راح يولد لي قطع بالتكست ويودي لي التكست إلى صفحة جديدة ويولد لي بيج بريك. الطريقة الثانية قلنا نروح إلى بيج لاي اوت، ومن بيج لاي اوت راح نشوف اكو شيء اسمه بريكس، وهذا البريكس المثلث الصغير اذا راح نضغط عليه راح تطلع لنا قائمه منسدله. هذه تحتوي كل انواع البريكس الموجوده بالوورد، اللي هي اول ثلاث انواع هي عباره عن بيج بريكس، والانواع اللي بعدها هي عباره عن سكشن بريكس، واللي راح نجي عليها بالجزء الثاني نشوفها. هذه الطريقه الثانيه لادخال البيج بريك. الطريقه الثالثه وهي الاسهل اللي اعتقد متعارفه لدى الاغلبيه، وهي انه احنا نحط الكروزر هذا راح نحطه بالمكان اللي نريد نولد به بيج بريك، وراح نضغط كنترول وانتر. مجرد كنترول انتر راح يولد لي بيج بريك ويودي لي التكست وين انا حطيت المؤشر مالتي، راح يودي لي الى صفحه جديده، واكون بهذه الطريقه ولدت بيج بريك. طيب اذا نرجع التكست مثل ما كان ونلغي البيج بريك اللي ولدناه، هذا ان عمليه الغاء البيج بريك انه انا مجرد اروح اظلل هذا الجزء واقول له ديليت، راح يرجع التكست مثل ما كان ويلغي البيج بريك اللي ولد. طيب اكو انواع اخرى للبيج بريك، اذا يعني تذكرون من دخلنا منها من البيج لاي اوت قلنا هذه انواع البيج بريك اللي موجوده. اكو نوع اسمه كولوم بيج بريك، هذا وهذا يستخدم بالتكست لما يكون التكست مكتوب بشكل كولومز، يعني عاده هذه الطريقه مستخدمه بكتابه البيبرات. امس اذا يعني الاخ اللي سالنا على كتابه البيبرات امس اذا كان موجود هذه النقطه راح تخصه. فاذا كانت بعض البيبرات تكتب بشكل كولومز فنستخدم البيج بريك اللي هو يخص الكولوم، لانه هذا كولوم بيج بريك. فمثلا التكست هذا مالتنا الحالي اذا كان مكتوب بشكل مثلا عمودين مكتوب بشكل كولومز، وبالنسبه النتيجة راح يكون بهذا الشكل. ولنفرض أني أريد هذا التكست ينتهي هنا بهذه النقطة، وهذا الجزء يروح لي إلى الصفحة اللي بعدها، فأنا راح أحط المؤشر هنا وراح أروح أقول له أدخل لي بيج بريك، هذا الخيار بيج بريك، وأقول له دخل لي كولوم بيج بريك. فاللي سوى لي إيش سوى؟ إنه أخذ الجزء هذا اللي أنا ردت ينقل للصفحة اللي بعدها، وقطع لي التكست وودى لي الى الصفحه التاليه. اجى هنا بالصفحه التاليه، وبهذا اكون ولدت بيج بريك. واذا اجي ارد اشوف البيج بريك وين،
راح أقول أختار الهوم وأختار هذا المؤشر، وراح يطلع لي هنا علامة تدل أنه أني أدخلت كولوم بيج بريك بهذا المكان. قررت مستقبلا ألغي هذا البيج بريك، راح أروح أظلل هذا الجزء، راح أقول له ديليت، وبالتالي التكست راح يرجع مثل ما كان، وراح يرجع تكست متكامل كأعمدة. هذا موضوع البيج بريك. الأهم منه أو الأكثر استخدام أو الأكثر فائدة هو موضوع السكشن بريك. خلي نرجع هذا التكست مثل ما كان، رجع تكست واحد، ونجي هسه نتعرف على الجزء الثاني اللي هو اسمه السكشن بريك. السكشن بريك أيضا يقطع لي التكست، ولكن عملية قطع التكست هذه اللي راح يولدها تختلف عن عملية القطع اللي ولدناها بالبيج بريك. مثلا جينا هنا نريد هذا الجزء، هذه الصفحة الأولى نريدها تنتهي هنا، وهذا الجزء يكون ويكون يولد لي سكشن بريك ويودز لي اياها للصفحة اللي بعدها. فراح اروح اختار، احط المؤشر هنا واروح على البريكس واختار اول خيار بالسكشن بريك اللي هو نيكست بيج، معناته يسوي لي سكشن بريك ويدز لي التكست للبيج اللي بعده. مجرد اضغط هنا اخذ التكست وداه للصفحه اللي بعدها وولد لي هنا شيء اسمه سكشن بريك نيكست بيج، يعني سوى لي هنا سكشن بريك والتكست اللي كان موجود بعده دزه وين؟ دزه لي الصفحه اللي بعدها للبيج اللي بعده. طيب ايش سوينا هنا؟ ما سوينا شيء، كأن ما سوينا نفس العمل اللي اداه البيج بريك، لكن بالحقيقه الفرق كبير. شنو الفرق؟ هنا من نسوي سكشن بريك كانما التكست هذا مالتنا قسمناه الى جزئين، كل جزء ممكن يتفرمت او تحطوا له فورمات او تحطوا له بوردر، تحطون نوع الصفحه نوع البيج يختلف عن السكشن اللي بعده. يعني اي تغيير بالفورمات هنا بهذا الجزء اللي هو هذا صار سكشن نمبر 1، اذا تجون تباعون هنا بالاسفل هذا عداد للسكشنز اللي موجوده بالتكست مالتك. انت اذا عندك شابتر ب 10 سكشنات، هذه السكشنات وين راح تحط المؤشر؟ هسه انت حاط المؤشر هنا يقول لك هذا السكشن اسمه سكشن نمبر 1. اذا نروح على السكشن اللي ولدناه وحطينا المؤشر هنا راح نلقي هذا السكشن صار اسمه سكشن نمبر 2، واذا ولدنا سكشن اخر راح نلقي سكشن 3 وهكذا. الميزه بالسكشن انه ترقيم الصفحات، الهيدر، الفوتر، اي شيء تسويه بالسكشن رقم واحد ما له علاقه السكشن رقم اثنين. يعني هذا صار كانما تكست مفصول عن هذا، السيتنجز اللي يشتغل على التكست نمبر 1 ما يشتغل على التكست نمبر 2 لانه عباره عن سكشن مفصول. هذه النقطة الأهم، هذه النقطة الأهم بموضوع السكشنات. خلي نشوف لها تطبيق مثلا. خلي نرجع التكست هذا مثل ما كان، حتى نرجعه نمسح هذا الجزء، بس نمسح هذا السكشن بريك راح يرجع التكست طبيعي. هسه وين ما تحط المؤشر يقرا لك سكشن نمبر 1، نزل على الصفحه اللي بعدها تلقيه ايضا سكشن نمبر 1. تمام. هسه اكو عندنا يعني خيار اخر بالسكشن بريك، قلنا هذا اللي هو يسوي لي سكشن ويروح للنكست بيج، يولد لي سكشن والتكست يوديه للصفحه اللي بعدها. اكو اوبشن يولد لي سكشن ولكن يبقى بنفس البيج، هذا اسمه كونتينيوس سكشن، هذا كان اكس بيج هذا كونتينيوس. طيب خلينا نستخدم هذا الكونتينيوس ونشوف له تطبيق معين. لنفرض هذه الصفحه الاولى ما عندي بها مشكله، الصفحه الثانيه لنفرض اني حاط بها تيبل كبير او جدول او مخطط او
فيجر او صوره كبيره، وهذه الصوره ما تقعد بالصفحه اذا ما كانت الصفحه يعني صايره بالعرض، صايره لاندسكيب بدل ما هي بورتريت هسه بشكل عمودي، اريدها تصير صفحه افقيه. هذه الصفحه الثانيه فقط التكست كله يكون طبيعي، هذا ورقه بورتريت، هذه تكون لاندسكيب، وترجع هذه بورتريت بورتريت. فهذا حتى نسويه شو نسوي؟ لازم نولد سكشن حتى يكون مثل ما قلنا السيتنج مال هذه الصفحه ما لها علاقه بالسيتنج مال هذه الصفحه. فالصفحه الاولى اريدها تبقى بورتريت ما عليها مشكله. الصفحه الثانيه هذه اريدها من نايه اولد لها سكشن افصلها عن التكست اللي قبله، فراح اروح اختار سكشن واقول لك كونتينوس سكشن، راح اولد سكشن هنا. هسه ولد لي سكشن هنا، لكن هذا مو النوع اللي يولد سكشن ويولد صفحه جديده، لا بنفس الصفحه تولد السكشن وبقى التكست بنفس الصفحه. وايضا اروح بنهايه الصفحه هذه وانطي continuous section break، ايضا راح اقول له هنا انطيني continuous section break. بالنتيجه صار عندي هسه الصفحه الاولى اذا اشر عليها راح يقول لي هذا السكشن اسمه رقم واحد، الصفحه الثانيه اذا راح اروح اشر عليها راح يقول لي هذا السكشن اسمه رقم اثنين، الصفحة الثالثة إذا راح أروح أشر عليها راح يقول لي هذا سكشن رقم ثلاثة. فسكشن واحد وسكشن اثنين وسكشن ثلاثة تقدر تسوي بيه أي سيتنج أنت تريده بدون ما تأثر على باقي التكست مالتك. خلي نفرض إنه إحنا نريد الصفحة هذه الثانية تكون بالعرض بدل ما تكون بورتريت، اريد لاندسكيب، راح اروح للاورينتيشن واقولها لاندسكيب. شوف هسه الصفحه الاولى اللي هي كانت عبارة عن سكشن لحالها اللي هي كانت سكشن نمبر 1 بقت ما تغيرت ما تأثر بها شيء، بينما الصفحة الثانية تحولت الى لاندسكيب والصفحه الثالثه اللي هي صارت سكشن نمبر 3 ايضا ما له علاقه لانه التغيير اللي سويناه احنا سويناه فقط على السكشن نمبر 2. فعلا السكشن نمبر 2 بس هي اللي افترت الصفحه وصارت لاندسكيب. والباقي التكست رجع مثل ما كان، وايضا الجزء الاول مثل ما كان. ايضا اقدر هذا الـ 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 الصفحه الاولى انا قررت ان انا اكتبها بتكست متعدد الكولومز، يعني مو تكست من هذا العادي وانما اسويه عباره عن كولومين. اروح اختار هنا كولومز واقول له تو كولومز. هسه اللي تغير مجرد الصفحه الاولى فقط. الصفحه الاولى صارت تو كولومز، الصفحة الثانية صارت لاندسكيب، الصفحة الثالثة ما تغير بها شيء وبقت على حطتها لأنه هذه سكشن إلى تعريفاته وهذا سكشن إلى تعريفاته وهذا سكشن إلى تعريفاته. إذا كانت هذه السكشنز كلها ما موجودة، لنفرض هذا السكشن كله كان ما موجود، أي تغيير تسويه بأي صفحة راح ينطبق على كل الصفحات. إذا سويت واحدة من الصفحات لاندسكيب
كل الصفحات راح تتحول الى لاندسكيب. اذا سويت خلي نعيد هذه الصفحه ونبين هذه النقطه. خلينا نفرض هذا التكست، رجعنا عليه مره ثانيه اللي هو البيج اند سكشن بريك. هذه هذا نفس التكست رجعنا عليه بدون تغييرات مثل ما كان. لنفرض بعدنا ما مسوين به اي سكشن، هذا وين متروح؟ يقرا لك سكشن نمبر 1. تروح للصفحة الثانية أيضا سكشن نمبر 1، ولغاية نهاية التكست هو كله عبارة عن سكشن واحد. إذا أروح على الصفحة الثانية وأقول له غير لي إياها، سوي لي إياها لاندسكيب، هذه الصفحة الثانية، هذه السكند بيج. إذا أروح أقول له سوي لي إياها لاندسكيب، الصفحة الثانية تغيرت، الصفحة الأولى تغيرت، الصفحة الأخيرة تغيرت، وبالنتيجة التكست مالتي كله تغير. فما راح أقدر أتعامل ويا بعض الصفحات على حدة، ما أقدر أتعامل كل صفحة أنطيها سيتنج اللي خاص بها. فأحتاج موضوع السكشن لهذا الغرض، السكشن مهم جدا لهذا الغرض، أنه يفصل لي التكست ويولد لي جزء، كل جزء هذا أنا أقدر أنطيه تعريفات مثل ما أريد بدون أأثر على باقي السكشنات اللي موجودة بالتكست. هذه هي النقطة المهمة بالسكشن بريك، وهذا هو الفرق الأساسي عن البيج بريك. البيج بريك ما له علاقة، ما ينطيني هذه الخدمة. البيج بريك مجرد يفصل لي التكست، والتكست اللاحق يودي إلى صفحة جديدة، وتستخدم هذه أغلب الأحيان عندما نبدي بشابتر جديد. وتعوضنا على موضوع استخدام الانتر انتر انتر، هذه اللي تترك لي فراغات بالتكست، وبالنتيجه مستقبلا التكست من راح يتداخل ويكبر، هذه الفراغات راح تبدي تسوي لي مشاكل وناس تزحف على ناس. فالبيج بريك حاله مصغره بسيطه من السكشن بريك. السكشن بريك يؤدي الاغراض الخاصه بالبيج بريك اضافه الى اغراض اخرى تخص الفورماتنج والسيتنج، مثل ما شفنا مثلا هنا التكست، اذا اردنا صفحه نقلبها، اذا اردنا نسوي صفحه اكثر من عمود، اذا اردنا نوع الخط يتغير من صفحه الى اخرى، اذا اردنا ترقيم الصفحات. هذا الجزء يعني هسه من نجي ان شاء الله بالمحاضره مال باكر راح نجي على شيء اسمه البيج نمبرنج، من راح نجي ندخل ترقيم الصفحات. تعرفون حضراتكم بكتابه الاطروحه الصفحات الاولى يكون ترقيمها بالترقيم الروماني، لكن الصفحات من شابتر 1 فما فوق راح يدي ترقيم اعتيادي. فبالنتيجه التكست مالتي اذا رقمت روماني راح يترقم كله للنهايه روماني، اذا رقمت فلازم احتاج استخدم السكشن بريك حتى يقول له هذا الجزء ما له علاقه بهذا الجزء. هذا موضوع السكشن بريك، مهم جدا بالتكست لما يكبر، مهم جدا بالثيسز اكثر مما هو مهم بموضوع البيبر، لانه البيبر عباره عن يعني كتله واحده، عباره عن تكست واحد يعني متتابع ومتوالي. فما يحتاج، احيانا نحتاج الى بعض السكشن مثلا فيجر كبير او تيبل كبير يعني اضطرينا نحطه بالنص والصفحه ما تكفي، اضطرينا ندور الصفحه، فراح نحتاج نستخدم السكشن بريك. فهذا موضوع السكشن بريك والبيج بريكس، ان شاء الله يكون يعني الصوره وصلت بشكل كامل، او يعني اي اذا اكو اي ملاحظات ايضا راح ننطي مجال في نهايه المحاضره ممكن تسالوا. فهذا الجزء الاول الخاص بمحاضرتنا اليوم هو الفيجرز اند تيبل كابشنز. هذا موضوع مهم، وهذا ينطبق على الفيسز وينطبق على البيبرز. الموضوع مال التيبلز والفيجرز، طبعا تعرفون حضراتكم ماكو اطروحه او بيبر ما يحتوي على التيبلز والفيجرز، وعاده التيبلز والفيجرز راح تكون بهذا الشكل متداخله مع التكست، ونحتاج لها تنسيق ونحتاج
إنه تترقم ونحتاج بنفس الوقت إنه يكون لها list of tables, list of figures. فهذه كل الأمور راح نتعرف عليها بهذا الجزء. لنفرض هذا الجزء عندنا أو هذا التكست، راح نسوي نفس الخطوات اللي سويناها بالمحاضرة مال البارحة، حتى هذا الجزء نقسمه إلى chapters و headings و sub headings، وبعدين راح نجي على التيبلات والفيجرات نكملهن ونسوي لهن list of figures. فأيضا هي فائدتين، فائدة إنه إحنا راح نتعلم ال captions، وأيضا تعتبر مراجعة للجزء الخاص اللي شرحناه أمس، ولكن راح نمر عليها بشكل سريع حتى لا نضيع الوقت بها باعتبار احنا شرحناها البارحة. فالبارحة قلنا حتى نبدي بموضوع الهيدنجز والسب هيدنجز والشابترز، راح نروح إلى شيء اسمه الستايل، ومن الستايل رحنا إلى مانج ستايل، ومن مانج ستايل راح نروح إلى ريكومند، وراح نقول انه التكست مالتنا يحتاج الى 3 هيدنجز. الاول هو طالع اوريدي، الثاني راح اقول له شو، الثالث راح اقول له شو، راح يطلع لي 3 هيدنجز. طبعا الوورد ينطي لغايه 9 هيدنجز، لغايه رقم 9 تقدرون تختارون من عندهم. راح اقول له اوكي، طلعوا لي هنا هيدنج 1، هيدنج 2، وهيدنج 3. بعد هذا الجزء راح نروح إلى شيء اسمه define a new multi-level list. define a new multi-level list، ما راح نضغط عليه، راح نقول له طلع لي كل الخيارات، وراح يطلع لي هذه الليفلز اللي موجودة عندي. أنا مختار 3 فقط، فأحتاج أعرف 3. الأول راح أبدي أعرفه، طبعا أكرر هذا الحكي اللي بنحكيه هذا مال البارحة، لكن راح نستخدمه بهذا التكست، فقلنا هي فرصة حتى نسوي مراجعة للبارحة حتى اللي فاتتهم اللي ما لحقوا عليه يستفادوا منه. فهذا الجزء الهيدنج نمبر 1 انا بدي اسميه تشابتر، راح اسميه تشابتر، اترك له فراغ واقول له هذا التشابتر رقم لي ترقيم 1 2 3 4، وسوي لي الاندنشن مال هذه الهيدنجز كلها اللي راح اشتغل عليها، كلها الغي لي اياها، ما اريد هيدن، اريد كلها تكون بمستوى واحد. صفرناها، قلنا اوكي، كلها هذه رجعت بشكل عمودي، كلها متوا يعني كلها تبدي عند النقطة نفسها. تمام، هسه عرفنا الهيدنج هو عبارة عن شابتر 1، وترقيمه راح يكون بالأرقام، وأريد قبل التكست يضيف لي فد سبيس فراغ، وأريد هذا الشابتر 1 يكتب بتايمز نيو رومان، ويكون حجمه 14 وباللون الأسود، وأقول له أوكي. هسه كل تعريفات الشابتر 1 أو الهيدنج 1 هذه تعرفت، أقول له روح حط لي إياه وين؟ حط لي إياه بالهيدنج نمبر 1، أريد هيدنج نمبر 1 هو يصير شابتر 1. هذا خلصنا الهيدنج 1، أروح على الهيدنج 2، ألقي أيضا هو باي ديفولت معرف اسمه أي، أنا راح ألغيه، وراح اقول له انسب لي اياه المن للليفل الاول اللي انا ولدته حتى يكون واحد، وانطيه نقطة، واقول له رقم لي ترقيم 1 2 3، مو اي بي سي ولا روماني ولا اي خيار اخر، واقول له اترك لي ايضا بعده سبيس حتى قبل ما تبدي الكلام او العنوان، وايضا اجي اسوي فورمات للتكست راح اسميه تايمز نيو رومان، وبعدين اقول له هذا ريجولر،
وحجمه خلي يكون معاش، والكلر خلي يكون بلاك. اقول له اوكي، اتعرف هسه هذا الهيدنج نمبر 2، واروح اقول له حط لي هذا الهيدنج نمبر 2، حطه بالهيدنج نمبر 2، هذا التعريف حطه بالهيدنج نمبر 2. اروح بعدها لي الهيدنج الثالث، راح اجي ايضا معرف تعريف انا ما اريده، راح اقول له خذ لي الليفل الاول من الهيدنج 1 والليفل الثاني من الهيدنج 2، وبعدين اخذ لي الى ترقيم 1 2 3 4، واترك لي بعد سبيس قبل العنوان، وفرمت لي خلي يكون ايضا تايمز نيو رومان وريجولر، و الحجم الخط 12 واللون بلاك. هسه عرفنا الثري هيدنجز كلها، هذا الهيدنج الثالث لازم نقول له هذا حط لي اياه بالهيدنج الثالث. نقول له اوكي. هسه صار الهيدنج نمبر 1 اسمه تشابتر، والهيدنج نمبر 2 صار 1 1، والهيدنج نمبر 3 صار 1 1 1. لنفرض هذا الجزء جينا سميناه هذا كان ماتيريالز، انا اريد هذا هيدنج 1، راح اقول له هيدنج 1 راح ينطيه تشابتر، نطاه تشابتر 1. راح نشوف راح يصير اختلاف بين نوع التكست هنا وهنا، فاللي اسويه مجرد اغير هذا التكست حسب ما انا اريده. و راح نسوي فد خطوه ننطي اللون، وراح نقول له غير لي الهيدنج نمبر 1، هذا اسوي عليه رايت كليك واقول له ابديت هيدنج نمبر 1 تو ماتش سيلكشن، حدد لي الهيدنج نمبر 1 حتى يكون مطابق للتكست اللي انا مبلله. خلاص، وين ما اروح اسوي هيدنج نمبر 1 مره ثانيه راح يكتب لي بهذه الفورمات. هذا الجزء راح اروح اعتبره هيدنج نمبر 2، وايضا راح اشوف صار اختلاف بين التكست، فراح اخذ هذا واعدله اسوي 12 وتايمز نيو رومان، وبعدين اللون بلاك، وراح اقول له الهيدنج نمبر 2 رايت كليك ابديت حسب المنطقه المظلله، فراح يخزن هذا الفورمات بهذا الهيدنج. وايضا نفس البروسيجر راح اسويها بالهيدنج نمبر 3، لنفرض هذا اخذت هيدنج نمبر 3، وراح اجي هذا الجزء ايضا الفورمات مالته انا ما اريده، راح اغير اللون والحجم ونوع التكست وريجولر، وبعدين راح اقول له هذا ايضا ابديت مات سلكشن. هسه صارت التعريفات كامله عندي، اللي راح اجي اسويه مجرد راح اجي اضغط على الهيدنج اللي اريده، هذا هيدنج نمبر 1، هذا الجزء هذا كله صار شابتر 1، هذا سميته هيدنج نمبر 1 او هيدنج نمبر 2، هذا هيدنج نمبر 3، رجعت لي نفرض هنا هذا راح اختار ايضا هيدنج نمبر مثلا نمبر 2، رقم لي حسب التسلسل. واجيت هنا لنفرض هنا هذا صار عندي شابتر جديد، هذا راح اختار هيدنج 1 راح ينطي شابتر جديد سماه شابتر 2. هذا الكلام كله مال البارحه اخوان، لحد الان احنا يعني هذا الكلام عادي اللي راح نسويه، بس نريد نوصل انه نكمل الفورمات حتى نبدي ندخل على التيبلز والفيجرز شلون نسميهم. فهذاك صار عندنا شابتر 2، هنا راح نختار هذا هيدنج 2، وهذا راح نختاره لنفرض هذا هيدنج 3، وبعدين راح نروح هذا الجزء. خلاص التكست مالتنا هسه كله صار بهيدنجز وصار بشابترز. اذا نريد نشوفه بالنافيجيشن بانل راح نروح فيو نافيجيشن بانل، هذه حتى يطلع لي هذه القائمه الجانبيه اللي بدها تحتوي لي هسه شابتر 1 تحتوي لي شابتر 2، مجرد اضغط على شابتر 2 يوديني على شابتر 2، اريد 211 راح يوديني 211، اريد 12 راح يوديني عليها. فالمهم التكست مالتي صار منظم حاليا، ما عندي مشكله. هسه نجي نشوف التيبلز والفيجر شلون راح اسميها، لانه انا هسه الغايه من هذه المحاضره اليوم هي انه نتعرف على الكابشنز مال الفيجرز والتيبلز.
طيب عندنا اول شيء هذا فيجر اول واحد، فراح نحتاج نسبي. كل اللي راح نسويه انه راح نروح نحط المؤشر هنا، ونروح على الريفرنسز واقول له انسرت كابشن. راح يقول لي شو تريد، هل هذا فيجر ام تيبل؟ فيجر ام تيبل، راح اقول له هذا فيجر، رقم لي فيجر. طيب امس تكلمنا عن موضوع النمبرنج، هذا الاوبشن اسمه نمبرنج، من نضغط عليه راح يطلع لي هنا فد تيك، يقول لك هل انه تريد اسوي انكلوجن للشابتر نمبر بالكابشن مالتك لو لا، هل تريد اسم الفيجر هذا او اسم التيبل هذا يحتوي على اسم الشابتر اللي هو بيه لو ما يحتاج. اذا قلنا له ما يحتاج راح يسمي لي بهذا الشكل، راح ينطيه رقم فيجر 1. اذا قلت له لا هذا الفيجر صاير بالشابتر نمبر 1 واريد رقم الشابتر وياه، راح اروح على النمبرنج واسوي هذا التيك واقول له اوكي، راح يسمي لي 1 1، اقول له اوكي فصارت التسميه كامله عندي. هسه فيجر نمبر 1 مجرد اروح اسوي فورمات مال التكست اللي عندي، اريده كله يكون 12 تايمز نيو رومان، واريده ما يكون بولد، واريده يكون بلاك، واريده يكون في منتصف الصفحه. وقلنا هذه الفورمات مال الكابشن ايضا لها هيدنج، اقدر اروح له اسمه الكابشن هذا، اخلي العنوان مال الفيجر مظلل واروح على هذا الكابشن اسوي عليه رايت كليك واقول له ابديت تو ماتش سيلكشن، حدث لي هذا الكابشن بحيث ياخذ لي الفورمات اللي سوينا بيه هذا الفيجر. مجرد اضغط عليه خلاص صار الكابشن مستقبلا مجرد نكتبه راح ينكتب بهذه الصيغه اللي هو بالنص اللي هو اسود وبالتايمز نيو رومان وبهذا الترتيب. هذا الفيجر رقم واحد. راح نمشي بالتكست راح نلقي عندنا تيبل، التيبل راح نتبع على نفس الاسلوب، نحط المؤشر هنا قبل الاسم ونروح على الريفرنسز ونروح نقول له انسرت كابشن. راح يقول لك هذا شنو فيجر ولا تيبل منه، هل هذا فيجر ولا تيبل؟ راح تقول له هذا تيبل. النمبرنج ايضا راح تشتغل عندي هنا، يقول لك تريد رقم الشابتر ولا ما تريد رقم الشابتر، اذا ما اريد رقم الشابتر راح ينطي رقم عادي مجرد رقم واحد، اذا خلني له انكلود شابتر نمبر راح يحط لي رقم الشابتر ويا اسم الفيجر. راح اقول له اوكي اوكي انكتب لي التيبل بهذا الشكل، انكتب واحد واحد باعتبار احنا لازلنا بالشابتر رقم واحد ما رحنا للشابتر رقم اثنين، وها رقم التيبل واحد لانه اللي قبله كان فيجر مو تيبل، فهذا واحد واحد، هذا فيجر واحد واحد، وهذا التيبل واحد واحد. طيب هسه احنا لازلنا بالشابتر الاول، الشابتر الثاني راح يبدي عندنا هنا. وين الشابتر الثاني؟ الشابتر الثاني هنا المفروض كان نحوله، على العموم ماكو مشكله نقدر نغيره بعدين. فوصلنا الى تيبل ثاني، هذا التيبل الثاني ايضا راح اسوي له نفس البروسيجر، راح اروح ريفرنسز انسرت كابشن وراح اقول له هذا تيبل انطيني رقم للتيبل وحط لي رقم الشابتر، راح اقول له اوكي راح يسمي لي 1 2، لازلت بالشابتر رقم واحد وهذا التيبل رقم ايضا. من راح اروح للتيبل اللي بعده، من راح احط المؤشر هنا اقول له ريفرنسز وانسرت كابشن وتخلي تيبل والنمبرنج خلي يكون يحتوي لي على رقم الشابتر، راح يسمي لي 1 3، اقول له اوكي فراح ينكتب رقم التيبل بهذا الشكل. طيب
هنا وصلنا الى الشابتر الثاني، يعني هذا يعني هي فرضيه انه هذا الشابتر المفروض الشابتر يكون بصفحه جديده، لكن انا دا اوضح لكم تاثير الشابتر من يتغير على ترقيم الفيجرز والتيبلز. هسه انا بما انه عبرت الشابتر نمبر 2 من راح اروح ايش بعده اللي اخذ هذا الفيجر وبقول له رقم لي، انطي لك اوبشن، فراح اروح ريفرنسز انسرت كابشن وراح يقول لي هل هذا تيبل، اقول له لا هذا فيجر، فمن حنطيه فيجر اوتوماتيكيا اخذ رقم الشابتر. هسه هذا الفيجر صار 2-1، تغير الشابتر، ترقيم الشابتر بالفيجر ايضا تغير، فصار رقم الفيجر 2-1. قوم راح اروح على هذا الفيجر الاخر، راح اقول له سمي لي، راح اقول له انسرت كابشن، هذا فيجر راح يسمي لي 2-2، وصارت الامور واضحة وصارت الأمور منسقة. أي فيجر راح تكتبه لاحقا، أي تيبل راح تكتبه لاحقا، أوتوماتيكيا راح يتولد اسم الفيجر واسم التيبل، وراح يكون ما عندي أي مشكلة. طيب موضوع الفيجرز والتيبلز أيضا يعني بهذا يكون خلاص. نريد نتعرف هسه على شيء اسمه insertion of table of contents، شلون ادخل جدول محتويات، شلون ادخل قائمة الفيجرات، شلون ادخل قائمة التيبلات. حتى ادخل list of contents راح اروح الى افتح لي صفحه جديده بالبدايه، وراح اروح انسرت، بلانك بيج، انطيني صفحه جديده، هذا شابتر 1، فولد لي صفحه جديده راح نحط بها التيبل اوف كونتينتس مال هذا الشابتر اللي احنا سميناه شابتر 1 وقسمناه انطيناه هيدنجز وسب هيدنجز وكل الترتيبات والفيجر والتيبلز. فراح اجي هنا ايضا اولد صفحه جديده للفيجرز وصفحه جديده للتيبلز، عندي 3 صفحات، هذه 1 2 3. الاولى راح تكون ليست list of contents، قائمة المحتويات. حتى أولد جدول يحتوي لي كل المحتويات اللي بالشابتر راح أروح إلى ال references وأروح إلى table of contents، أضغط على هذا المثلث وراح اروح اختار insert table of contents. طيب هذا راح يولد لي table، هذا table of contents يعني عادة ما يكون مكتوب بنفس الفورمات اللي انت كاتب بيه، نوع الخط وحجم الخط واللون والمعرف ايش كل فورمات، فتقدر تغيره منه مسبقا، وتقدر تغيره حسب الليفل اللي انت تشتغل عليه. هذا table of contents 1، table of contents 2، table of contents 3، معناته انت عندك heading 1 وheading 2 وheading 3، تقدر كل واحد تفرمته بالفورمات اللي انت تريده. خلنا نفرض table of contents 1 اللي هو الheading 1 اللي هو عندنا بهذا التكست اسمه chapter 1، راح اقدر اعد لي يكتب لي ب times new roman حجمه 12 ولونه بلاك، وقول له اوكي. ايضا الهيدنج 2 اللي هو راح يحتوي لي شكو هيدنج 2 بالتكست مالتي، ايضا من تجي تحط لي اياه بالليست اوف كونتنت فرمت لي اياه بهذه الصيغه، خليه تايمز نيو رومان، خليه 12، خليه بلاك. اوكي، وايضا التيبل اوف كونتنت الثالث ايضا عدل لي اياه، سوي تايمز نيو رومان 12 بلاك.
اوكي، مجرد راح اقول اوكي راح يتولد لي التيبل اوف كونتينتس حسب ما موجود عندي بالمحتوى مال التشابتر اوتوماتيكيا. تشابتر 1 اللي هو كان هيدنج 1 اسمه ماتيريال، رقم الصفحه 4، وراي يجي الهيدنج 2 والهيدنج 3 والهيدنج 2 مره ثانيه، وايضا بعدين اجى عندي تشابتر 2 وورا كان عندي 2 هيدنجز. تمام، هذا التيبل اوف كونتينتس اتولد عندي. طبعا هذا التيبل اوف كونتينتس تقدرون يعني تفرمتوه بطرق مختلفه. طبعا يعني بامكاني انه هذه النقاط تلغي نان، اذا اختاريت نان راح يحط لك اياها بدون نقاط، يقول لي يس، راح يشيل عمليه التنقيط هذه بين المحتوى والتقييم. اذا رجعنا عليه مثلا قلنا له رجع هذه النقاط لكن شوفني، يقول لك شو 3 ليفلز، يعني شوفني الهيدنج 1 والهيدنج 2 والهيدنج 3. انت قول له لا اريد بس الهيدنج 1، راح يطلع لك بس الهيدنج 1، راح يطلع لك بس التشابتر 1 والتشابتر 2. اذا قلت له تشوفني التو هيدنجز مثلا الاول والثاني، راح يطلع لك الاول والثاني فقط، وهكذا. يعني كل الامور تقدرون تتحكمون بها من هذا الجزء فيما يخص التيبل اوف كونتنت. هذا محتوى الشابتر او محتوى السكشن او محتوى البيبر اللي مكتوب لحد هذه اللحظه. كل اللي احنا كاتبين شابتر 1 وشابتر 2 وهذه المحتويات اللي بي. خلي نروح الى الصفحه الثانيه اللي احنا قررنا ندخل بيها شيء اسمه list of figures. ما راح اروح list of figures حتى اولد قائمة بالفيجرات اللي موجودة عندي بالتكست اوتوماتيكيا. ايضا راح اروح الى references، من references راح اسوي اختيار insert tables of figures. راح نختار هذا الخيار، راح يقول لك شنو تريد ادخل لك هنا، هل اجيب لك الفيجرز لو التيبلز اللي عندك؟ لا، انا مقرر هنا يكون عندي فيجرز. تمام، وايضا هذا اقدر اتحكم به بطريقه اخراجه، شلون نوع الخط، نوع الكتابه، ايضا اريده يكون تايمز نيو رومان، واريده يكون 12، واريده يكون بلاك، واقول له اوكي اوكي وأقول له أوكي. راح يولد لي قائمة بالفقرات اللي موجودة عندي بالتكست. عندي فقر 1-1 و2-1 و2-2 اللي هم هذول، هذا واحد واحد وهذا 2-1 و2-2، ولد لي قائمة بالفقرات. وأيضا هذا الليست اوف فيجرز أيضا أقدر أتحكم به، أنه أني أقدر أروح هنا وأقول له هذا الفقرات مثلا شيل لي هذه النقاط اللي موجودة بين الأرقام والأسماء، وراح يقول لك أوكي راح أشيلها، ويعني في بعض التعديلات اللي ممكن تتحكم بها كلها من هذا الجانب. البروسيجر راح نروح نطبقه على الصفحة الثالثة اللي احنا قررنا نسويها list of tables. هذه list of tables ايضا راح استخدم نفس البروسيجر بالرفرنسز، اروح الى insert tables of figures واقول له هالمرة بدل الفيجر حط لي tables. وايضا هذا الليست اوف تيبلز انا اقدر اتحكم به منها، راح اقول له هذا اوريدي هو تايمز نيو رومان 12 بلاك، اذا ما بي مشكله. راح اقول له اوكي، راح يجيب لي شكو تيبل عندي هو وترقيمه وصفحته ويحط لي بهذا التنسيق. ممكن احيانا يكون هذا اللاينات متقاربه مع بعضها، ايضا واحد يقدر يتلاعب بها منها انه يروح لي
الموديفاي، ومن الموديفاي ايضا يروح موديفاي ويروح الى فورمات، ومن الفورمات يروح الى الباراجراف، ومن الباراجراف راح يجي اللاين سبيسنج، مثلا زي ده يسوي دبل لاين سبيسنج، قول له اوكي 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 اوكي، قول له وبالتالي تعدل بهذا الشكل، زادت المسافات بين اللاينز. فهذه البروسيجر هي الخاصه بادخال التيبلز اوف فيجرز، التيبلز الليست اوف فيجرز، ليست اوف تيبلز، والليست او تيبل اوف كونتنتس. خطوات يخلي البرنامج يولدها اوتوماتيكيا. والنقطه المهمه واهم شيء، احنا ليش نروح نسوي اوتوماتيك ليست اوف كونتنتس مثلا؟ هذه الليست اوف كونتنتس ليش سويناها اوتوماتيكيا؟ لانه مستقبلا اي تغيير راح اسويه، لنفرض هسه عندي هنا هذه النقطه اللي هي 1 2 اسمها reinforcement steel، رقمها 1 2. اذا اروح لها هذه reinforcement steel اللي رقمها 1 2، وانا اقرر اغير الهيدنج مالتها اسويه هيدنج 3 مثلا بدل ما هي هيدنج 2، راح اروح للهوم واختار هذه النقطة واقول هذه النقطة انا اريدها هيدنج 3، فصار اسمها 1 1 2 اللي هي reinforcement steel. من راح ارجع للتيبل اوف كونتنتس راح اجيها بعدها 1.2 reinforcement steel. كل اللي اسويه انه انا اضغط على التيبل اوف كونتنتس، اظلله، بعدين رايت كليك، ابديت فيلد، اضغط عليها اوكي، اوكي راح يتغير الترتيب وراح يتغير الترقيم، وبالتالي العملية التغيير التيبل ما كامل لانه ما يطلع لي، لانه احنا قلنا له طلعنا بس تو هيدنجز، لازم يطلع الهيدنج الثالث اللي هو راح نروح ريفرنسز تيبل اوف كونتنتس، احنا قايلين له طلع لنا تو، الثالث ما يطلع، فمن نقول له 3 راح يتغير وراح تصير الريفورسمنت ستيل صارت عباره عن هيدنج 3. فهذه العمليه راح تسهل لكم مستقبلا اي تعديلات، اي تصليحات، اي تغييرات، هذا الجزء ما يحتاج كل مره ترجع تكتبه من جديد وتعدله، لانه هو اوتوماتيكيا اذا انت مشتغل هيدنج وسب هيدنج وشابتر صحيح، هذا الجزء اوتوماتيكيا راح يقوم يعدل نفسه مجرد تظلله ورايت كليك وبيلد، خلاص هو راح يسوي لك شغل كله ويشوف لك شكو تحديث صار، راح يحدث نفسه بموجبه. بالاضافه الى هذا حاليا هو ليست اوف كونتنت، ليست اوف كونتنتس، الليست اوف فيجرز طلعت بيه هذه اللي ولدناها هنا، وايضا الليست اوف تيبلز ايضا طلعت بيه اوتوماتيكيا، مجرد انه احنا سوينا له ابديت طلعت الليست اوف فيجرز، ليست اوف كونتنتس، وكذلك كل المحتوى. بقت نقطة واحدة يعني ايضا مهمة جدا بما يخص الفيجرات والتيبلات اللي يحب يتعرف عليها، هي انه الفيجر من راح نحطه بالاطروحه عاده نحكي عنه بالتكست. ففي شو نقول؟ نقول ان فيجر 1 مثلا وي شو كذا، راح نشرح التفاصيل كذا، او من نقول بالتيبل الفلاني مثلا هذا given in table 38 او اي رقم تيبل موجود عندنا، فمعناتها انه احنا نحتاج بالتكست نحكي عن تيبل. هذا التيبل مثلا اريد احكي عنه في الباراجراف الاول، التيبل اسمه رقم 1 1، فراح شو اسوي؟ اقدر اربط التيبل هنا ايضا اولده اوتوماتيكيا، مو اني اكتب رقم التيبل يعني يدويا، راح اقدر اسوي ادخل رقم التيبل اوتوماتيكيا.
ايش راح اسوي؟ راح اروح الى references واروح من references across references، ومن اروح الى cross references راح يقول لي شو تريد اجيب لك، figure table equation end note footnote. شو تريد؟ انا دا احكي عن table، اقول له جيب لي table حطه هنا، اختاريت table، يقول لك هذا التيبل شو تريد اجيب لك منه، بس رقمه واسمه، لو اسمه كامل، لو الكابشن مالته كامله، لو شنو تريد. انا اقول له مثلا جيب لي بس الرقم، راح يطلع لي التيبلات اللي موجوده عندي بالتكست كلها، واحد واحد، واحد اثنين، واحد ثلاثه. عن ياهو تريد تحكي؟ اقول له انا بدي احكي عن التيبل رقم واحد، راح اقول له انسرت كلوز. حاليا ولد لي هذا، هذا هو كتبه، انا ما كتبته، وطلع لي عليه تشوفون هذا الجزء اللي اسمه كنترول كليك تو فولو، يعني هذا التيبل 1. هسه اذا اضغط كنترول واضغط عليه كليك راح يروح يبني على التيبل واحد واحد. وايضا هذه البروسيجر اقدر انفذها على الفيجرات وعلى التيبلات، بحيث انه اني هذا التيبل رقم واحد بيحكي لي عن هذا التيبل. لو لسبب من الاسباب الشابتر مالتي زاد، دخل قبل تيبل اخر، دخل قبل تيبلين، وهذا الرقم تغير، صار بدل الواحد صار اثنين، صار ثلاثة، اربعة، هذا اوتوماتيكيا راح يتغير بموجب تغير رقم التيبل. ما احتاج اني يعني ارجع كل مرة اعدل، ادور وين اسم التيبل واروح اغيره، اقول هذا الرقم كان واحد واحد هسه صار واحد خمسة، لازم اعدله. ايضا نفس البروسيجر بالنسبة لي الفيجرز، لنفرض هسه هذا الفيجر اللي هو رقم 2 1، انا دا احكي عن هذا الفيجر مثلا في هذا التكست، دا اقول هذا الكلام دا يحكي لي عن هذا الفيجر اللي هو 2 1، ف او الفيجر الثاني اللي هو 2 2 مثلا، راح اجي اقول هنا اريد احط فيجر 2 2. ايش راح اسوي؟ راح اروح ريفرنسز، اروح كروس ريفرنسز، وراح اروح اقول له اريد تدخل لي هنا فيجر وليس تيبل، وتدخل لي مو انتاير كابشن، مو عنوان الفيجر كله، لا دخل لي بس الرقم مالته. راح يقول لك عندك هنا كم فيجر؟ عندك فيجر واحد واحد، اثنين واحد، واثنين اثنين. راح اقول له اختار لي هذا الفيجر، انسرت كلوز. شو ولد لي هسه؟ ولد لي فيجر 2 2 بهذا التكست، فكانما هذا صار كانما لينك فعال. هسه تحطون عليه المؤشر بيطلع كنترول لينك تو فولو لينك، فهذا اقدر ادوس عليه كنترول واسوي كليك، راح يبني على الفيجر المعني، واي ترقيم اي تغيير بارقام الفيجرات هذه راح تصير مستقبلا، الاسماء اللي موجوده بالتكست هذه اوتوماتيكيا راح تتغير، وما راح تحتاج انه انت تراجعها كل مره وتغيرها. هذه اهم نقطه بموضوع الكروس لينكينج اللي هو هذا يربط لي التكست بالفيجرات. هذا اهم محتويات الجزء الخاص بمحاضرة اليوم، ان شاء الله يكون واضح ومفيد بالنسبة لحضراتكم، واي شيء عندكم انا حاضر حاليا للاجابة عن اي استفسارات. وباشر انزل لكم اياه مثل الجزء اللي سويته اليوم، يعني انزل لكم الجزء او التسجيل مال صوتي مال اليوم. فاخوان اي احد عنده سؤال انا راح افتح المايك، بس يا ريت يعني تحافظون على مايكاتكم مقفوله حتى نقدر نستفاد من الاسئله، اللي يعني تبادل المعلومات ايضا يكون مفيد. بكره ايضا بنفس الميعاد ان شاء الله راح يكون الجزء الاخير من المحاضره من الدوره. دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. العفو دكتور، البارحه قلت حضراتكم اكو دكتوره قالت ان شاء الله الدورة تنزل، يعني تسجيل الفيديو راح ينزل
على قناة الانستغرام واليوتيوب. دكتور شنو إن هاي القنوات حتى إذا هاي يشوف الدور عليه إن شاء الله؟ مو انستغرام يعني، على التليجرام، والست موجودة تليجرام. ويانا، تقدر تشرح لك، موجودة الست فاطمة. السلام عليكم دكتور، نزلت الرابط التليجرام أكثر من مرة وتنشر بيها الشهادات أيضا. تمام، عاشت ايدك، جزاك الله خير. فالشهادات اخوان، شهادات والروابط تلقوها على قناة التليجرام الخاصة بالتعليم المستمر الخاص بجامعة ديالى. والتوفيق ان شاء الله من الله، ونكمل ان شاء الله بالمحاضرة الجاية غدا بنفس الموعد. شكرا أستاذ، شكرا شكرا دكتور، دكتور، شكرا. شكرا لله، مع السلامة.